بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الكرام، مشاهدي ومتابعي قناة مرساي وأعضاء مجتمع الديوانيات، نحن اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك لعام 1437 من الهجرة، يوم الثلاثاء 11 من شهر ذي الحجة لعام 1437، حاليا في مزرعة الخال سعد في قرية العبادل منطقة بني كبير منطقة الباحة، في إطار جولتنا وزيارتنا لمنطقة الباحة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك الراهن. وكما ترون خلفي أشجار الزيتون منتشرة في هذه المزرعة، وأيضا أشجار اللوز، وهناك في الأسفل تشاهدون في الأسفل أشجار الحمضيات وأشجار التين والجوافة وأيضا العنب و اليوسف الأفندي وأيضا ليمون بن زهير والتين، وأيضا هناك البيوت المحمية، هناك في الطماطم وعدد من أنواع الخضروات الورقية، وتشاهدون أيضا هناك البئر الارتوازية الرئيسية في هذه المزرعة وعمقها نحو 110 متر كي تتمكن من إيجاد مصدر للمياه ومياه جوفية ومتوفرة لري هذه المزرعة الكبيرة، والتي تتشكل من عدد من الأدوار في تل هذا الجبل. ولا زال أمامنا الدور الثاني هناك والدور الثالث، وسطها الطقس الجميل والأجواء الجميلة في منطقة الباحة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1437 من الهجرة. انتظرونا إن شاء الله في عدد كبير جدا من الفيديوهات سيتم إنزالها على قناة مرساي لتشاهدوا وتستمتعوا معنا بجميع الأماكن التي زرناها في منطقة الباحة خلال هذه الإجازة. وسننظم إن شاء الله في القريب رحلة لأعضاء مجتمع الديوانيات لزيارة منطقة الباحة والاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة وبهذا الطقس الجميل وبهذه الأماكن الساحرة وهذه المزارع التي تبهج النظر وتسعد الخاطر وتريح البال، فرؤية الخضار يريح الإنسان ويزيل عنه الهموم والتعب. شكرا لكم، وأراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ناصر الفرحان.